الاكل من سني انتهى. قعدت اعيط وشفت سعيده نفيسه، هي واحده ست ما بتلتقيش غير لله لغايه ما اموت. دراسة في جامعة كاليفورنيا بتقول إن لابد إن إحنا نتعامل مع الذين فقدوا أحد الوالدين. الدراسة قامت بدراسة أحوال 140 عائلة من اللي فقدوا الوالدين أو فقدوا أحد الوالدين. الدراسة بتقول يجب أن نسارع في دعم المراهقين بصفة خاصة عشان ما يستمرش حالتهم النفسية في حالة اضطراب نفسي لسنوات طويلة. ادعموا، كل واحد محتاج لحنان الوالدين وحنان الأم بصفة خاصة، لأن حنان الأم هو اللي بيخلي الحياة فيها رحمة وجمال ونور. هل كنت حاضراً أيام ولادتك؟ أو أيام حملك أو أيام ما تحملت منك هذا؟ لم تكن موجودا بعقلك الواعي. إنما الأب تراه وهو يسعى على الأرزاق ويأتي بالخيرات ويأتي لك بالمتطلبات، ولذلك فما يعانيه الأب ظاهر وما عانته الأم ولا زالت تعانيه خفي. بعد الأم في إيه؟ دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة. بعد الأم في إيه؟ يهدي باله اللي بعياله، الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه. أنا سعيد جدا جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة. إن شاء الله خير. ومتهيألي العيد كده يبقى عيدين كل سنة حضرتك معانا. كل سنة وأنت طيب. خليني أسأل حضرتك شوية أسئلة بس. حضرتك أولا خدتي جائزة الأم المثالية الجديدة أظن 3 سنين. ثلاث مرات. المفروض بقى يخلوا الكاس بقى عند حضرتك، يعني خلاص حضرتك خدت الكاس بقى تحتفظي بيه للأبد زي ما بيقولوا في الكؤوس. خليني أسأل حضرتك سؤال. أنت كان بيجي لك جيهان كانت بتجيب لحضرتك هدية في عيد الأم؟ يعني برضه على قدها يعني. طيب بس كان بتجيب. اه الهديه بتمثل حضرتك ايه؟ هديه الام بتمثل حضرتك ايه؟ طبعا بشعر ان هي يعني بنتي برضه وبنتي وبتجيب لي الهديه بفرح بيها، لو حتى ورده حتى ان شاء الله بفرح بيها برضه. اتجوزت سن 18 سنة والراجل كان عنده 38 ان شاء الله. فمع الايام والوقت ربنا صابه بعافية شوية بمرض مش كويس، رقد في البيت. هو كان ارزاقي. لما انا رحت للناس اهل البلد ثبتوه،
لانه قعد فتره فبقى لي معاش يطلع 250 جنيه وانا بطلع احصد قمح واخلع شمي مع الحريم في الغطار كله عشان الاولاد ايوه عشان ولادي وما سيبهمش لعيال الشوارع الله اكبر فربيتهم تربيه صالحه الحمد لله يا رب هو ده اللي انا عايزاه من دنيتي ان ولادي دول يبقى شمعتي ويطلعوا يشرفوا بيا حاجه كانت كلمه ماما بتعمل ايه في حياتك كانت بتفرحني طبعا كان ايه يعني حضرتك ممكن توصفي لي بقى شعورك لما لا كبرت وبتكبر يعني اما بقيت ابص لها وهي بتكبر كده بتزحف ان شاء الله اه وكانت مامتي معايا كانت هي اللي مشجعاني اه يعني والدة حضرتك كانت موجودة هي اللي شجعتك شجعتني اه نعم شجعتني 3 سنين في تربيتها فلما حضرتك كنت بتسمعي كلمة ماما كنت بتحسي اه طبعا كنت بتحسي بالراحة ولا بتحسي بإيه لا طبعا بحس بشعور يعني كويسة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لما بتفقد ولدها بتبقى عارفة إن هي لما فقدته سلمته للرحمن الرحيم زي ما عملت ستنا ام سليم لما مات ولدها وقصتها المشهورة ازاي انها بعد ما مات ولدها جاء زوجها وجاءت فأطعمته وقضت له حاجته ثم اخبرته بان الرحمن استرد وديعته محدش يقدر على كده غير لما يكون معدنه معدن الرحمة وعارف يقدر رحمة الرحمن الرحيم الأم بتسلم الإنسان دايماً من رحمتها لرحمة الرحمن الرحيم الغل اللي انتقد رحمة ربنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه عمر وكنت بدلع أقول له يا مصطفى ايه اللي حصل بقى بعد ما الغالي انتقل وانت حسيتي بقى انه احنا ما ينفعش ان احنا نحزن عملت ايه بقى؟ والله يا شيخ عمر فضل من الله عز وجل الحزن أصلاً وحش حبيتوش يأثر علي فالتجأ ليه الحزن وحش هو وحش وعتمة بيخليك ما تقربش لربنا ويخلي الشيطان يملكك ما تقربش لربنا أبدا لكن البني آدم الصح يجري على أي جامع فأنت حضرتك الحزن تعبك وجعك لدرجة إن أنا ما كنتش بنام وبعدين في دماغي كده قصت لقيت حاجة بتوشوشني بتقول لي قولي لا إله إلا الله قولي لا إله إلا الله فصبحت نمت صبحت شفت السيدة نفيسة الله بتشدني من ديل الجلابية كده سبحان الله آه والله يا شيخ عمر والله والله هذا حصل بس معلش ما في قبر والقبر بالرخام الله فبتقول لي أنا نفست العلوم تعالي صبحت الصبح حتى اسال انا ما عمريش رحت السيده نفيس ولا عمري طرحت من بيتي غير في الغيطان اشيل مغزى حشيشه اجمع بتنجان اشيل على دماغي خيار واطلع بره للناس في العربيه فبصدت نفسي في ركبه في الاوتوبيس ورحت السيده نفيس حتى عيط ونادي بقول له يا رب ما يجعل في قلبي غيرك انت وذكرك في لساني على طول وتنور قلبي كده وقلب اي انسانه بقلبها مضلم وعقلها مضلم تنور قلبها بالإيمان وتمسح الحزن والغشاوة عنا وعن كل المسلمين فكرة ان انت تكوني حريصة على ان العاطفة اللي عندك دي تخرج بشكل قوي ايه اللي خلاكي تفكري في مسألة الام دي والله بصيت لقيت نفسي ربيت ولادي اخواتي وطبعا بيجوا المدارس بياخدوا العيلة وخلاص على كده ببقى قاعدة انا جزء لوحدي بس في حاجة جواكي بس كنت بحبهم يعني يعني بحبهم قوي ان شاء الله ان شاء الله اربي العيل من دول و حضرتك ام مستديمه مستمره على طول اي حد بيجي حضرتك بتربيه بربيه اه كنت بربي لغايه ما يخش المدرسه وياخد ان شاء الله ان شاء الله
فبعد كده ابتدينا بقى ابتديت بقى افكر. ايوه في الطريق ده كله بقى كنت اكيد كان عندك مشاعر كتيره تجاهها لما كان بتكبر وكان طبعاً. لما اتجوزت لما اتخطب مشاكل ومشاعر وكله مشاكل ومشاعر وكل ده مشاعر وكله يعني برضو لوحدي ما شاء الله ما شاء الله يعني حضرتك قد ايه اكتر لحظه كنت حضرتك فرحانه بيها جدا اللي هي يعني اليوم اللي هي اتجوزت فيه الله اكبر واليوم اللي خدت فيه الاعداديه اشمعنى الاعداديه يعني ما اعرفش كانت جايبه مجموعه كويس ان شاء الله وبعدين ابوها كان متوفي ان شاء الله وبعدين يعني كانت فرحه يعني كبيره ربنا يجعله في ميزان حسناتك حسيت بديني اللي ما حدش يعرف يوصل له غير ان قلب عمر بيه الام دايما موصوله بالله سبحانه وتعالى وازاي وهي عندها الرحم عندها الرحم اللي بيوصلها بالله سبحانه وتعالى اللي استقله اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن وعشان كده الام دايما عندها وصل ونور وبركه طبعا وعيد اساسي ورئيسي جدا كل يوم حلو يعدي على الام هو عيد لو جابوا لي ورده بالدنيا بحلو الام هديه وعشان كده كانت لازم تاخد الهديه عشان نتحب مع ست الحبايب رمز الحب أعظم رمز من رموز الحب لأنه بيبقى مليان رسائل بين المحبين وعشان كده لما المصريين سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا قالوا ده أنا حب الأمي ملوش حدود وأنا لازم أستمر في الهدية لأمي عشان تعرف قد إيه بحبها عشان تقدر تسمع قلبي وبيقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ومن أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك يبقى إذن أنا لازم أهدي أمي وأبعت لها رمز من رموز الحب وقبل ما أقدم لها هديتي أنا بقدم لها قلبي قبل هديتي إنه لما قال بالوالدين إحسانا أو حسنا جاب الحيثيات للمرأة أصل حملته أمه ووضعته كرها وحمله وفصاله إيه 30 شهر الله ما جابش حاجة للأب ده هو موصل على الاثنين جاب حيثيات مين حيثيات الام ما جابش الاب الا في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال لك لان خير الاب لما الواد بيكبر عارف ان كل خير ابوه اللي بيجيبه يقول عايز شئت لما يجي ابوك هات ابوك جاب ابوك مفيش والعمل بتاعه هويه كان قبل ما يدرك اي حاجه ما شافش لا الحمل ولا شاف الرضاع ولا شاف القرف اللي هي بتشوفه اعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال اعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال عيد الام ممكن يسكنوا في وسط الاعياد المصريه طبعا وعيد اساسي ورئيسي جدا يعني دلوقتي عندنا حتى احنا في التجاره في الشغل هو من اهم المواسم عندنا في السنه فهو موسم خلاص موسم خلاص بالظبط طيب الموسم دوت ايه اهم ملامح الموسم دوت في عند المصريين يعني كل الناس بيعتمدوا طبعا المقام الاول الام المقام الثاني الحما فاحنا الام بقى ما بقاش مفهوم صغير ده مفهوم بقى مفهوم يعني شامل الام الحما الخاله الاخت الكبيره شامل المدرسه
شامل الرئيسة ممكن في الشغل كمان، بيشمل ناس كتير قوي. فبقى دوت حاجة لكل الناس اللي ممكن يكون فيهم معنى الرعاية يعني. بالظبط. ديتها دخلنا عليها وان احنا نبقى متجمعين معاها كل سنة وتشوفنا وتشوف احفادنا وكده يعني. كلهم بيبقوا فرحانين بالام والموجودة وبتبقى فرحة كبيرة، بيعرفوا قيمة الام، معنى الام في اليوم دوت. والله هو احلى عيد في حياة الواحد هو عيد الام، وكل يوم حلو يعدي على الام هو عيد. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايلة همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت ياما حاجات كتير مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عجزة قدامي القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد. حبي ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة. إيه أهم حاجة الناس بيحاولوا يحطوها في الهدية؟ يعني في حاجة أكيد في لمسة كده في الهدية بيحاول الناس يحطوها في الهدية. يعني أغلب الناس يا دكتور بيحاولوا يبصوا على إيه احتياج الأم مثلا، ده نمرة واحد. فيبقى واحد من احتياج الأم. احتياج الأم. نمرة اتنين، في ناس كتير جدا جدا وإحنا ملاحظين ده أول الأيام دي، إن هم بيجيبوا الحاجة العملية. يعني كان زمان الناس ممكن تجيب هدية وخلاص. يعني ما بقاش فكرة الرمزية زي زمان أوي، هي فكرة العملية دلوقتي. عملية أكتر. يعني ممكن لظرف اقتصادي أو حاجة زي كده، فالأكتر دلوقتي هدية عملية جدا، وهدية الأم فعلا تستفاد بيها. كلبس بقى، كمثلا طرحة، شال، يعني الحاجة اللي ناقصها، يعني بالزبط. مفهوم الحاجة اللي ناقصها يجيبوها لها. احنا بيحصل عندنا مكالمات، يعني بيجي الـ مثلا العميل او العميلة بتتصل بالام مثلا، طب انت نفسك في ايه، طب انت ناقصك ايه، يعني كتير جدا ده بيحصل. الموقف ده لطيف. احتفال عيد الام دوت يعتبر زي عيد، ان هم بيتجمعوا شرف في اليوم ده بس، يعني دي حاجة بقت زي العيد بالظبط. في ناس بتجيب حلويات وجاتوه وحاجات لامهم، والام اساسا بتبقى عامله استعداد بقالها اسبوع عشان ولادها هيجوا لها عشان تعمل الحاجات اللي هم بيحبوها فيها. ابسط حاجه التقدير، كلمه شكرا. بالنسبه لي والدتي كلمه شكرا بالنسبه لها حاجه كبيره. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو الام رمز للرحمة والخير والجمال، فعملوا عيد للأم عشان يفرحوا بالرحمة والخير والجمال، وكأنهم بيعملوا بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الناس فرحوا بالأم اللي هي رحمة وخير وجمال، فعملوا عيد الأم. الهدايا كل مدى وهي بتبقى أكثر وجوداً ولا بتخف؟ لا لا، موجودة، وموجودة جداً، يعني موجودة جداً في مجتمعنا. فمجتمعنا مازال بيتمسك بمسألة الهدية. الهدية بالنسبة له هو بيحب يلفها، بيحب يعمل عليها شوية جمال كده. يعني 90% من الناس بيحب ياخد الهدية بشكل حلو قوي، بيحب ياخد الهدية مثلاً في بوكس، بيحب ياخد الهدية في شنطة حلوة، بيطلب كارت ساعات. لا كتير يعني. كمان يقول كلام، يعني كلام جداً لطيف. جدا جدا. اذا الهدية، يعني لو حبيت حضرتك تلخص فكرة الهدية دلوقتي في كلمتين ثلاثة. هي الهدية ذات نفع، دي نمرة واحد. واحنا كمصريين بصراحة انا بلاحظ ده قوي، ان احنا يعني مش كل الناس بيجيبوا هدايا في عيد ام بس، لا، واحنا في تعاملنا مع الناس هنا، لا، يعني في اوقات كتير جدا من السنة في عيد ام، مش في الوقت ده بس، لا، في ناس كتير في اوقات كتير جدا من السنه بتجيب هدايا لامها، مش الوقت ده بس. هي اقل حاجه تفرحها، واحنا لو نطلع نجيب لها الدنيا كلها مش هيغلى عليها بصراحه. مش كل الناس بتجيب هدايا يوم عيد الام بالظبط، في قبل بعد، مش شرط بيبقى في اليوم. هي دايما ما بتطلبش مني حاجه، ولما بجيب بتقولي ما تعبش نفسك، بس انا دايما بحاول اشوف ايه اكتر حاجه هي ممكن تبسطها واجيبها لها. يا منى عليا يا امي تربي أولادها تربية دينية صح، وتراعي الأخلاق بتاعتهم وتعلمهم كويس. الأخلاق والدين، وتربي أولادها تربية كويسة، المعاملة الحسنة،
مش لازم الشرط ان انا اجيب لها حاجه، بس الكلمه الطيبه المعامله الحسنه هي يعني اللي بتفرح الام، بتدخل على قلب الام من جوه. لو عيالي مش قادرين يجيبوا لي، لو جابوا لي ورده بالدنيا بحال. انت بتحس ان الام حاسه بايه؟ يعني انت بتشوفها في عينيها وهي بتتكلم، حاسس بايه بان بحكايه الهديه دي؟ طبعا تقدير جدا. يعني زي ما بيقولوا ايه، لو هي اكيد بتتعب طول السنه وحاسه بتعب وحاسه بمشقه. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل، لما مساله ان هي ان الهديه خرجت كمان من حيز ان هي حاجه ناقصاها الى كمان ان هي نوع من انواع التعبير صحيح. بس في حد معتقد ان هو ممكن يعدي عيد الام غير ما يشتري؟ مستحيل. لا لا مستحيل. الذي يعصى الوالدين في الدنيا والاخره لا يشم رائحه الجنه. الأم هدية، وعشان كده كانت لازم تاخد الهدية عشان نتحب مع ست الحبايب، ولازم نعمل عيد بأحلى عيد، وهو العيد اللي بيجي من رمز المحبة ورمز الرحمة ورمز الجمال ورمز الخير. وكمان كنا لازم بكل الصور الأم تفضل موجودة في حياتنا، مش بس هي الأم اللي ولدت، لا الأم كمان اللي ربت وقلبها مال وحن. Thank you.